بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. وإيه هو البيت المحمي المكيف؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، ده بيت محمي مكيف لسه بيتركب جديد اهوت، يعني اوشك ان هو ينتهي. زي ما حضراتكم شايفين كده، زيه زي البيت العادي بالظبط، مفيش اي اختلاف بينهم، تمام. ممكن الاختلاف بس في شويه حاجات هنقولها. بالنسبه للمقاس، اول حاجه البيت المحمي العادي بيبقى طويل، ما عندك مشكل فيه، ممكن يكون 9 في 40 متر، وفيه اللي 9 في 60، وفي 9 في 54 او 8.5، ايا كان يعني، تمام. ولكن ده ستاندر عالمي ان هو بيكون الطول بتاعه 54 او يكون 30 او يكون 40 متر كمان، تمام. لا، البيت ده يا جماعه المفروض ما بزيدش عن 36 متر. ليه؟ لان انا اساسا حطه علشان هو مبرد او هو مكيف، تمام. يعني ايه مكيف؟ يعني انا لو زودت الطول بتاعه، اذا درجة الحرارة مش هقدر اكسرها جوه. ليه؟ لان القصة اساسا شغالة على مراوح قدام بتشفط هواء، وان هوت هيتركب خلية مائية اللي انتم شايفينها دي، الخلية المائية اللي حضراتكم شايفينها ده هي. طيب، والمروحة دي هتتركب قدام هناك، تمام. لما بيبقى ثلاث مراوح تقريبا، المروحة في بتعمل 48 الف متر مكعب ساعة، 48 ألف متر مكعب ساعة إزاحة هواء، أو تقريبا يعني ممكن البيت ده هو كل دقيقة بتغير الهواء اللي فيه تقريبا ثلاث مرات، في مراجع كتير بتتكلم. المهم القصة يعني مش هتهمنا في كتير، تمام. ولكن اللي عايزك تعرفه أن القصة بتختلف في إيه، مختلف في إيه، في المراوح ده هي، وهنشوف هي بتشتغل إزاي جوه، والخلايا المائية ده هي. طب بالنسبة للأغطية اللي فوق دي، الغطاء اللي حضرتك شايفه ده بولي كربونايت هتدخل عليه أهوت، ده ألواح بولي كربونايت، ممكن تكون بتكون حوالي 11 متر، وفي منها 9 متر على حسب يعني، تمام. وبتكون تقريبا في حدود متر، تمام. العرض بتاعها بيكون في متر اهي، البولي كربونايت اهو، ده بولي كربونايت، تمام. ده بولي كربونايت اللي هو الغطاء. في ناس بتجيب الفايبر جلاس بدل ما البولي كربونايت حاطينه، لا بيبقى فيه ايه، بيبقى فيه فايبر جلاس. وفي ناس بتغطي ببلاستيك فوق، والجوانب بتبقى عبارة عن بولي كربونايت او فايبر جلاس، وممكن كله يكون بلاستيك، ما عندك مشكل خالص. الفرق بينهم ايه؟ انا عن نفسي محبب ليا البولي كربونايت، لانه بيقعد فتره كبيره ما بتغيرش اللون بتاعه. اما بالنسبه للفايبر جلاس بيتغير اللون بتاعه بسرعه يعني، تمام. بالنسبه للحديد، هو نفس الحديد اللي هو موجود في البيوت العاديه خالص. في حديد بيبقى حديد عادي او مستطيل زي دهوت، وفي منه بيبقى بايب ماسوره، وفي منه بيبقى جلفنايز اللي هو مجلفن، تمام، اللي هو ما بيصديش يعني، مع ان كله بيصدي، كذاب اللي بيقول لك ما بيصديش. وفيه اللي هو الحديد العادي دهوت ومدهون، تمام. نشوف اليه عمل. طب هقرب لك بس على الخليه المائيه دهيت وهي موجوده. دي خليه مائيه، العرض بتاعها تقريبا متر اهو، تمام اهو، تمام. دايما انا اقول سمك الخليه بحيث الهواء بيعدي، بيدخل من هنا بيعدي من الناحيه الثانيه اهي، تمام. في سمك خليه 10 سم، السمك ده بيبقى فيه 10 سم، السمك ده كام عندك اهوت، ده 15 سم، وما فيش اكبر اعتقد من 15 سم موجود حتى الان، تمام اهي. ديت يعني عباره عن حته من الخليه المائيه، فاهمني. طيب ان ايه آلية العمل بقى، ايه آلية العمل اللي بتحصل هنا؟ شوف يا سيدي، اول حاجه انا عندي خليه الميه اهي، خليه دي خليه مائيه دي، لحظه عليا بس اشوف الدنيا تمشي ازاي معايا. دي الخليه المائيه يا جماعه، دي الخليه المائيه اهي، من اول هنا فوق اهي، اهي الجزء الاسود ده عباره عن ايه، خليه مائيه. الخليه المائيه دي فوقها بيبقى فيه ميه، في ماسوره ميه متوصله بموتور بحوض بره خالص، حوض كبير بره خالص بيبقى فيه ميه، تمام. الموتور بيضغط الميه في الماسوره فوق، الماسوره بتدخل على الميه، طبعا الماسوره مثقبه، تمام. الميه بتنزل على الخليه دهيت، تمام، بتعمل لها ايه، بتعمل الخليه ده ايه، بتخلي فيها ميه على طول، تمام. طب اللي بيزيد عن حاجه الخليه في تصريف تحت اهوت، بيرجع تاني للحوض تاني، ما فيش اي مشكل خالص، تمام. طيب فايده الخليه ايه؟ الخليه دي قلنا 15 سم، لما الهواء المراوح اللي هناك دي، المراوح دي اهي، المراوح اللي انتم شايفينها دي، خليني هنا اصبر معايا شويه، شايف المراوح اللي شغاله هناك دي كده، شايف المراوح دي شغاله بتلف اهي، تمام. المروحه دي في كل قوس في ثلاث مراوح، وفي مروحتين، تمام.
ايه اللي بيحصل في القصة دي؟ اللي بيحصل في القصة دي يا حضرات ان انا عندي المروح اللي هناك دي، المروح اللي هناك دي، تمام، المروح اللي هناك دي بتسحب هواء، تسحب هواء. الهواء بيمر منين؟ من الخلية اللي احنا قلنا عليها دي، اهي اهي الخلية دي، تمام، الخلية دي، تمام. طيب لما الـ 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 الهواء بيمر من الخلية، مر في 15 سنتي مية، فبيقوم حرارة الهواء او درجة حرارة الهواء بتنكسر، بتتكسر، بمعنى ان هي لو كانت 55 برة في الجو الطبيعي العادي او 50، بتنزل تقريبا في حدود 15 درجة. في افضل حالات التبريد بتنزل ل 15 درجة. 15 درجة دول هيعتمدوا عليه على قوة المراوح وقوة شفط الهواء. كل ما بتشفط هواء اكتر كل التبريد ما يكون صح عندك. كل ما كانت الخلية ثابتة وفي سلكة ما فيهاش اي سدود للفراغات اللي فيها والمية نازلة انسيابية فيها كويس، كل ما كان التبريد افضل، تمام. كل ما انت ظللت فوق، لو عملت تظليل فوق كده للسقف شوية، كل ما كان معاك التبريد افضل، تمام. كل ما كان عندك البيت طول البيت من هنا، من هنا لحد الاخر هنا للمروحة، ده كام؟ تقريبا بيكون في 36 متر، فيه بيتعمل 30 متر، تمام. طيب كل ما المسافة دي كانت قصيرة كل ما كان التبريد معاك افضل، كل ما كان التبريد معاك افضل. عايزك تاخد بالك من الحتة دي بالظبط، تمام. طيب بالنسبة للمراوح دي المفروض تكون ذكية ازاي؟ المفروض تكون ذكية ازاي؟ عمالين بيقولوا البيوت الذكية، البيوت الذكية، البيوت الذكية. اول الذكاء فيها ان البيوت دي ممكن تتعمل في الصحاري، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وتتعمل كلها طاقة شمسية، تتعمل كلها طاقة شمسية. طب انا محتاج ايه في الطاقة الشمسية؟ محتاج المراوح والمية اللي هتجيلي، بس مش محتاج في الطاقة الشمسية إلا كده. دي أول القصة الذكية، إننا احنا نعملها بطاقة شمسية في وسط صحراء، مشاريع كده عملاقة تتعمل في وسط صحراء عن طريق الطاقة الشمسية، تمام. إن كان المية اللي هتطلع من تحت الأرض أو المواتير اللي هي مشغلة المراوح ديت أو خلافه، كل ده هيكون إيه؟ هيكون عن طريق الطاقة الشمسية. طب حتة الذكية دي جات لنا منين؟ حتة الذكية دي جات لك من حاجة. أول حاجة فيها إن المراوح دي بتتظبط على درجة حرارة معينة، في سنسور بيتحط في السقف كده، السقف ده بيبقى فيه سنسور، اتنين سنسور، واحد للهواء وبيبقى فيه واحد للرطوبة. المفروض السنسور ده موصلينه بلوحة الكهرباء اللي هناك ده، تمام. لوحة الكهرباء دي فيها تحكم، تمام. التحكم ده درجة الحرارة عندي لو قلت، لو قلت درجة الحرارة عن 27، أنا دايما بظبط على 27، أول ما توصل عند 27 المراوح بتفصل، برد. 27 ممتاز للخيار، للطماطم، للفاكهة، لأي حاجة ممتاز، تمام. أو أول طيب وصلت 27 فصلت المراوح، المراوح قعدت دقيقة دقيقتين، كل مروحة بيبقى كذا مروحة مرتبط، كل أربع مراوح المفروض مرتبطين بسنسور، يعني الأربع مراوح فيبقى في مجمع، طبعا ما بيبقاش في خوص ولا اتنين زي دول، تمام. طيب أنا عندي دلوقتي لو زادت درجة الحرارة عن 27 على طول السنسور بيدي أمر للمراوح اشتغلوا، احنا الدنيا حاسين بحر اشتغلوا، بتشتغل ايه المراوح ده؟ ذكاء ولا مش ذكاء؟ ذكاء وانت نايم في البيت والمراوح بتاعتك شغاله وما عندكش اي مشكله خالص. المخاطره الوحيده ان التيار الكهرباء يقطع او تحصل لك مشكله، تمام. طيب دي اول ذكاء. طيب الذكاء الثاني ايه بقى؟ الذكاء الثاني، الذكاء الثاني يا حضرات في عدد الريات عندي، الذكاء الثاني في عدد الريات، محطة أو شبكة الري بالتنقيط مرتبطة بكمبيوتر هناك، كمبيوتر اللي هو عليه مطور، تمام، وعنده درامين، الدرامين دول بيبقى فيهم بقى سكوت، هتزرع زراعة مائية أو دوب تسميد، المهم إن أنا بظبط على خمس ريات مثلا في اليوم، كل يوم خمس دقائق، تمام، كل يوم خمس دقائق، كل ساعة مثلا خمس دقائق تلاقي الكمبيوتر اشتغل مع نفسه، يدي المية ويدي المحلول المغذي ويدي كل حاجة في الخمس دقائق ويقوم فاصل. راجل مطاوع ومحترم وما بيتكلمش في كتير ولا في قليل، تمام، زي ما تتظبط. اقول له طب كل ساعتين يا عمي، اديني كل ساعتين، اديني كل ساعتين، يقول لي ماشي ما عنديش مشكلة خالص، ادي لك كل ساعتين ما عنديش اي مشكلة خالص. اقول له اديني كل ساعتين خمس دقائق مية، واديني مية لتر
بتاع ده محلول مغذي، الراجل بيعمل خلط المحلول الاي والبي، بيعملهم مع بعض وبدخلهم لك على الشبكه، وانت قاعد بتتساهر مع المدام ما فيش اي مشكل خالص، ما عندكش اي مشاكل خالص، فاهمني؟ ده كل قصه الايه، قصه اصل الذكاء ومش الذكاء، ده قصه الايه البيت الذكي كله. يا رب نكون فهمنا حاجه، واي حد عنده اي سؤال تحت امركم ايها الاخوه الاصدقاء، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.